من المعروف أن التعليم الأولي هو اليوم أصبح جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية ككل، وأنه أساسي. احنا شفنا بأنه النسبة ديال هذا المدرسي لواحد الوقت وصلت 400,000 في السنة، وأنه رغم أنه التعليم ولا إجباري من الابتدائي حتى لنهاية الإعدادي، النتائج اللي كيحصلوا عليها التلاميذ وهذا كتكون ضعيفة بزاف، وهذا الشيء بينه حتى المساهمة ديال المغرب في واحد العدد ديال المبارات اللي جا مصنف في الرتب الأخيرة مع كل أسف. ولهذا هذا التعليم الأولي تعطاته واحد الأولوية، واحد الأهمية كبيرة في واحد العدد ديال الدول اللي اليوم المنظومة التعليمية ديالها ناجحة، وبان بأنه إلا بغينا أن الأطفال ينجحوا خصنا نقريوهم قبل من 7 سنين وست سنين، يعني قبل من الانطلاق ديال الابتدائي خصو يقراو التعليم الأولي. هذا التعليم الأولي فيه ثلاثة ديال السنوات كتكون كتقرا داخل المدارس العمومية، والأساتذة والأستاذات اللي كيقوموا بها تهما جزء لا يتجزأ من هيئة التدريس ككل، وكتعطاهم الحقوق ديالهم كاملة، وأيضا أنهم يعني كيتخلصوا مزيان كيخضعوا لواحد التكوين باش يمكن لهم هذاك الأطفال الصغار في التنشئة، لأنه هما الأساس. كيقولوا بأنه في التعليم الأولي هنا تصنع امرأة ورجل الغد. ولهذا اليوم كاين نقاش كبير انتم لاحظتوا يعني مع بين الوزارة ديال التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهذا هو الاسم ديالها، مع النقابات ومع التنسيقيات، وأن هناك يعني معارك اليوم تخاض يعني من أجل وضع واحد النظام أساسي الذي سينصف الأستاذ والأستاذة، وهذا ما نتمناه بكل الأسلاك. ولهذا اليوم كنشوفوا هذا النقاشات الدائرة أقصت هذه الفئة ديال الأستاذات والأساتذة ديال التعليم الأولي، ومخليهم مرتبطين بجمعيات، وهذه كل جمعيات يعني هذه جمعيات ربحية ماشي جمعيات خيرية ولا جمعيات اللي هي رافدة الهم، لأن ما عندهاش تخصص، راه الوزارة هي راسها. ولهذا المطالب المرفوعة اليوم راها واضحة، يعني هادو ما بقاوش بعدا بغاو يتسموا مربيات ومربيين، يكونوا أستاذات وأساتذة ديال التعليم الأولي، وأنه يتم الإدماج ديالهم في إطار الوظيفة العمومية، وأنه الأجر ديالهم يتراجع باش يتوازى مع المستوى المعيشي، وأنه تهما يستفدوا من التكوين المستمر باش يمكن لهم يقوموا بالمهام الكامله من اجل تاهيل هذوك الاطفال، لانه الا قراوا مزيان التعليم الاولي غادي ينجحوا 100% في الابتدائي، وغادي ينجحوا 100% في الاعدادي، وغادي يديروا انطلاقه كبيره. واننا ما نبقاوش من 100 اللي كنقيدوهم في التحضيري كيوصلوا لنا 13 الباك، نامل يوصلوا لنا 80% مثلا، ودوك 20% الاخرين يديروا التعليم يعني هذا اللي كيف كنقولوا تاهيلي والتكوين المهني، باش يمكن لنا كلهم وليدات وبنات هذه البلاد يقراوا ويتكونوا. هذا هو اللي الامل. بالفعل انا كبرلمانيه كنستقبلهم اليوم، لانه كل القضايا اللي مطروحه في المجتمع انا كنستمع ليها وكنستمع لاصحابها، باش يمكن لي نشوف كيفاش غادي يمكن لي نتحرك باسئله كتابيه، باسئله شفويه، بدي بودكاست باش يمكن لي نوضح ما يجري، وباعطاء الكلمه لهذه الفئات اللي هي متضرره. وهذا الشيء علاش اليوم احنا استقبلناهم في الفضاء ديال الحزب الاشتراكي الموحد. التعليم يبدا بالانطلاقه يعني بالتعليم الاول. ولهذا انا كنحييكم، استمعت لبعض النقاط ديال الملف المطلبي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.